دايما بحب انا اتكلم بحسابات الورقه والقلم، والموسم ده الى حد كبير مقارنه بالموسم اللي فات اعتقد في حاجات كتير جدا هتتطور، او اتمنى او اراهن على انها تتطور للاحسن. بدايه طبعا مقدمات الموسم، فكره انه يبقى فيه عندك فتره راحه سلبيه وفتره اعداد وجهاز فني بيقدر يحضر الموسم بشكل منضبط بشكل طبيعي، دي واحده من المقدمات اللي ما افتقدناها بشكل كبير جدا في الموسمين الاخيرين. الاجهاد ما اقدرش اقول انه مش هيكون مؤثر، انا بشوف انه اللي عايز يوصل، يعني لو فريق زي الاهلي عايز يوصل لمنصات التتويج في كل البطولات، انت بتتكلم تقريبا في حدود 60 او 65 مباراه هتلعبها الموسم ده. لو فعلا زي ما الاتحاد بيقول انه الموسم يخلص في 30/6، ده معناه انك انت هتلعب في كل شهر تقريبا في حدود سبع مباريات على 30 يوم، يعني هتمشي بين كل 3 و4 ايام مباراه، فالضغط موجود. ومن هنا تيجي اهميه السكواد. الرابطة عليها ايه؟ من واحدة من الحاجات الإيجابية برضو عودة الجمهور، واللي بنراهن السنة دي انه يكون فيه زيادة تدي طعم وشكل اللون. كل الفرق استعدت بشكل كويس، وكل الفرق عملت ميركاتو لا بأس بيه، نتمنى انه ده يترجم في منافسة قوية جدا على الصدارة بدل ما نشوفها على الهروب من قاع جدول الترتيب. بيشرفنا النهاردة كابتن حمادة مرزوق من نجوم النادي الأهلي ضيف علينا في السادسة، نتكلم معاه على مستجدات البطولة، شكل البطولة، والأهلي طبعا في بداية انطلاقة مشواره في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد إن شاء الله قدام الاتحاد المنستيري. بداية نشكره على وجوده معنا ونرحب به في السادسة. أهلا بيك كابتن حمادة. أهلا بيك أستاذ أحمد. يعني بداية خليني أخذ منك تقييم كده سريع جدا لشكل البطولة السنة اللي فاتت، وإيه اللي شايفه ممكن يكون إضافة أو نوع من أنواع التطور في مسابقة الدوري الموسم الجديد؟ هو طبعا الموسم اللي فات بالنسبة للنادي الأهلي ما كانش موسم سعيد، ولكن كان موسم قوي، وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان في بعض العوامل هي اثرت بشكل سلبي على اداء النادي الاهلي وعلى نتائجه خلال الفتره الاخيره بالذات. دي نقطه. النقطه الثانيه ان السنه دي هيبقى الامر مختلف تماما، لان الفرق كلها جهزت نفسها بشكل كويس، حصل انتقالات كبيره جدا، السوق وسع شويه، بعض الفرق هيبقى لها دور كبير جدا خلال السنه دي. يعني انا شايف ان في فرقتين هيبقوا مؤثرين جدا خلال الموسم ده، ممكن فاركو وفيوتشر، لان هم خدوا خبرات كبيره وعندهم امكانيات عاليه جدا مع البنك الاهلي مع سيراميكا، فالفرق دي برضو بتدي اضافه كويسه، زائد بعض الفرق اللي هي صعدت السنه دي دوري ممتاز. مش حاجه جماهيري كده يا كابتن حماده؟ يعني مفيش، يعني ده الجماهيريه ملهاش نصيب، يعني هو بص، خد بالك الجمهور هو ملح، يعني ملح ومتعه كره القدم. هو الحقيقه ان المشكله الكبيره اللي بيعاني منها الانديه الشعبيه هي الامكانيات، وده اللي بيوقع الانديه الشعبيه. في انديه كبيره جدا واسامي كبيره جدا دلوقتي ما بقاش ليها وجود، واللي موجود دلوقتي على الساحه انديه شعبيه بتعافر. ايوه، وبتعافر بشده، لان طبعا في فروقات كبيره جدا في الامكانيات. ففي بعض الانديه الشعبيه بتجاري الامر ده، ايه بيحاولوا قدر الامكان، لكن احنا طبعا مهم جدا زي ما حضرتك قلت، ده من اهم الاساسيات لعبه كره القدم، الجماهير، وهي الجماهير هي الاساس. السويس، المنصوره، الاولمبي، طنطا، الترسانه، طنطا، دمياط، شبين، بلديه المحله، المنيا، كل دول يعني احنا مفتقدينهم جدا. يعني بصراحه مش قادر افهم، يعني على العكس مفترض انه لما النادي يبقى عنده جمهور ويبقى ليه شعبيه يبقى عنده قدره اكتر على انه يوفر او يسوق او يدعم، زي ما نشوف في انجلترا كده، كل الانديه في 18 نادي حتى الفرق اللي بتطلع من تشامبيونشيب تلعب في بريمير ليج طالعه بجمهور وبشعبيه وبجماهيريه. هو للاسف احنا خلينا متفقين ان هي الكره امكانيات، للاسف الشديد الانديه الشعبيه ما بتلاقيش حد بيراعي الامر ده او بيرعى الامر ده. أيوة. مفترض ان يعني بتتحسب ان الانديه الجماهيريه مفترض انها يبقى ليها الدعم الاكبر من الناحيه الماديه، لكن احنا بنشوف دلوقتي ان الانديه خلاص بتعتمد على نفسها، ما خلاص ما فيش حته الدعم من الشباب والرياضه، خلاص ما بقتش زي الاول خلاص. أيوة. فالانديه بتعتمد على نفسها. لكن معلش تسمح لي كابتن حماده، انا بشوف هنا انه على القائمين على المنظومه انه يحاولوا يغيروا من ده. يعني انت النهارده مثلا لما بنتكلم على انه في صناديق استثمار بتروح تضخ فلوس في انديه كبيره جدا، هل بتعمل نادي شركات تخش بيه الدوري الفرنسي، ولا نادي شركات تخش بيه الدوري الانجليزي، ولا بترعى نادي قائم بالفعل وموجود على الساحه وليه جمهور
وبيبقى هنا قصه الرعايه او قصه ضخ الاستثمارات ليها حسابات تانية، بالتالي انت بتحافظ على شكل المسابقه، على قوه المنافسه، على وجود الجماهير في الملعب، وفي نفس الوقت المستثمر بيستفيد من خلال تجربه يعني ناجحه. هو ده اللي احنا بنطالب بيه اللي حضرتك بتقوله ده. أيوة. ان لازم يبقى فيه دعم ومراعاه للانديه الشعبيه عشان يحصل التوازن وعشان يحصل الاستمراريه في الجماهيريه الكبيره اللي بيتميز بها الانديه الشعبيه. فبالتالي هو كره القدم الاساس بتاعها هو الجماهير. فاحنا بنفقد بشكل كبير جدا انديه بتعتمد على الجماهير بتاعتها. صحيح. فبالتالي زي ما حضرتك قلت لازم يبقى فيه دعم يعوض الناحيه الماديه بالنسبه للانديه الشعبيه. نروح للنسخه اللي جايه، النسخه الاخيره كان المنافسه فيها اكتر على الهروب من القاع اكتر منها منافسه على تحقيق اللقب في القمه. المعادله دي تتوقع انها تستمر ولا الاوضاع هتختلف في الموسم اللي جاي؟ لا هتختلف. هتختلف. الامر هيختلف. وهيبقى واضح جدا السنه الجايه ان شاء الله، هيبقى واضح جدا الفرق اللي هي هتبقى قريبه قوي من الهبوط. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان هي في امكانيات. الواضح بقى ان المراكز الاولى هيبقى فيها تنافس كبير جدا زي ما حضرتك قلت، زي ما قلت لحضرتك حته الانديه اللي عندها امكانيات عاليه هيبقى كتير السنه دي. أيوة. فبالتالي هيبقى في منافسه والفرق هتبقى فيها قوه كبيره جدا وفي منافسه شديده جدا. تمام. فبالتالي المنافسه فعلا هتبقى في المقدمه، هتبقى اكتر بعكس السنه اللي فاتت. خريطه الاجهزه الفنيه اتغيرت بشكل كبير، والدوري السنه دي بقى فيه حوالي 7 أو 8 اسماء، هنراجعهم معاك على الهواء دلوقتي، تقريبا 7 أسماء مدربين اجانب. عايزك تكلمني على شكل وفكر المديرين الفنيين او الاجهزه الفنيه اللي هتخوض المنافسه، وخصوصا كمان انه في اسماء كبيره جدا غايبه لاول مره عن المشهد في الموسم القادم. تعال نستعرض معاك ومع جمهور السادسه شكل الاجهزه الفنيه في الموسم المقبل. كابتن إيهاب جلال بعد تجربة غير مكتملة، مش هقول غير ناجحة، غير مكتملة مع منتخب مصر بيعود لتولي مسؤولية النادي المصري. كابتن شوقي غريب بيستمر في مهمة الإنقاذ اللي تولى فيها مسؤولية نادي المقاولين وبيكمل معاهم من بداية الموسم. كابتن علي ماهر واحد من الأسماء اللي يمكن لفتت الأنظار ليها في السنوات الأخيرة، مع مستمر مع فيوتشر. تاكيز جونياس مستمر أيضا مع بيراميدز. جيزوالدو فيريرا مستمر مع نادي الزمالك. ومارسيل كولر إضافة جديدة على الأجهزة الفنية في الدوري المصري، طبعا بيتولى مسؤولية النادي الأهلي. خالد جلال مستمر مع البنك الأهلي. نونو الميدا مستمر مع فاركو. أحمد سامي مع سيراميكا. كابتن ربيع ياسين، واعتقد انك كان ليك تجربة مع كابتن ربيع ياسين في بتروجيت. كابتن ربيع ياسين واحد من المديرين الفنيين، انا بشوف الحقيقة انه الراجل ده يعني مش واخد حقه. مع أسوان طبعا تجربة جديدة جدا، كل التوفيق لأسوان ممثل الصعيد. أحمد كشري إمبي مع إمبي. طارق العشري بيسيب طلائع اللي عمل معاهم الحقيقة موسم ولا أروع السنة اللي فاتت، وبيتولى مسؤولية الفنية لسموحة. رضا شحاتة مع الداخلية. أحمد أيوب مع أعتقد ده حرس الحدود. وعلاء عبد العال مع طلائع الجيش. وعندنا بابا فاسيليو مع المحلة. إخوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق طبعا للنادي الأهلي بيتولى مسؤولية الفنية للنادي الإسماعيلي. ومانولوفيتش مدير فني، زوران مانولوفيتش مدير فني لفريق الاتحاد. شايف الخريطة ازاي؟ وهل ممكن نشوف كرة مختلفة عموما، يعني بصرف النظر عن المنافسة، هل ممكن نشوف كرة مختلفة، كرة حديثة، إيقاع مختلف يقربنا من الدوريات السخنة اللي بنعيش معها سيناريوهات غير تقليدية، ولا شايف ان الامور دي صعبه انها تحصل الموسم اللي جاي؟ لا، هو اولا بس انا يعني عايز اقول حاجه على الكابتن ربيع ياسين. انا بتمنى له ان شاء الله السنه دي يكون موسم طيب بالنسبه له، لان هو اول سنه يمسك في الدوري الممتاز. الكابتن ربيع ليه باع كبير جدا في الممتاز به. أي. واشتغل فترات طويله جدا ومع منتخبات وعلى المنتخبات طبعا. طبعا انا قصدي الانديه بيبقى الامر مختلف. أي. في المنتخبات، وخصوصا لما تبقى منتخبات الناشئين. لا اسوان على فكره بالمناسبه عامل ميركاتو يعني جهنمي. يعني وبالمناسبه كمان في 2 من نجوم الاهلي الافارقه اللي تالقوا مع تيشرت النادي الاهلي. عندنا مليك ايفونا السنه دي مع اسوان، وعندنا اجايه مع الاتحاد. يمكن اجايه مش هيبدا الموسم لانه يعني سموحه، انا اسف، لكن طبعا اصيب فبالتالي مش هيبدا الموسم من اوله، لكن الاثنين الحقيقه هم كانوا اصحاب مشوار ناجح مع النادي الاهلي. انا بقول كده على الكابتن ربيع ليه؟ لان هو اول موسم يمسك في الدوري الممتاز. ايوه. وانا شايف ان هو عنده امكانيات عاليه جدا. كابتن ربيع انا اشتغلت معاه اول ما ابتديت تدريب من سنه 96، اشتغلنا مع بعض حوالي 6 سنين. يعني مدير فني وكنا في ثنائي يعني. أيوة. وقعدنا الثنائي ده السنه اللي فاتت مع بتروجيت.
تمام. ويمكن الحظ ما حلفناش وكنا ماشيين تاني بفرق حوالي 8 بونت عن الثالث، لكن يعني كان في توفيق غير عادي لفريق الداخليه، فبالتالي هو الصعد يعني. لكن انا شايف ان تجربه الكابتن ربيع ممكن ان شاء الله يكتب لها النجاح لو هم وفروا له الامكانيات اللي مفروض تتوفر له، لان هو مدرب عنده فكر عالي جدا ومدرب محترم وملتزم، فبالتالي بتمنى له ان شاء الله التوفيق والنجاح. الحاجه الثانيه ان في وجوه جديده، يعني احمد ايوب موجود، احمد كشري برضه يمكن سبق ليه تجربه، يعني هم ليه يعني لسه ليهم المستقبل، فاتمنى ان شاء الله ينجحهم، لانها دي حتى زي ما بكون بنضخ دم جديد في مين ابرز الاسماء قبل ما اكلمك على كره الاسماء اللي موجوده، وهل ممكن نشوف كره لعب مفتوح، كره هجوميه؟ في اوقات كتير جدا وانا بتابع ماتشات الدوري، يا يعني حتى مش انا ببص طبعا بحكم يعني الشغل دلوقتي لازم ابص على كل الماتشات حتى الاهلي مش بيشارك فيها، بحس انه يعني في اوقات كتير جدا الكره بتبقى انا اسف ميته، الكره او اللعب عقيم، مفيش روح في المباراه. انا بتفرج على اي مباراه في الدوري الانجليزي مثلا، انا نفسي وانا بتفرج قاعد بنهج من كتر الايقاع. ما هو صحيح. هل تتوقع انه هي قصه مدير فني بس، ولا كمان قصه امكانيات لعيبه؟ لا طبعا، ما نظلمش الاجهزه لا الفنيه. لا طبعا، يعني الاساس ما زي ما قلت لحضرتك ان هي الامكانيات. الامكانيات بتجيب لك لعيبه كويسه. لما يبقى اللعيبه الكويسه دي والكواليتي العالي قوي ومعاهم مدرب مستوى عالي، فالاثنين بيظهروا بشكل كبير جدا ومميز جدا. لكن للاسف طبعا بيبقى في زي خلل، يعني بنجيب يعني في اوقات معينه بيبقى في لعيبه كويسه قوي والمدرب مش على قد مستوى اللعيبه دي، ويحصل العكس والمدرب بيتظلم مع مجموعه اللعيبه لان ما عندوش امكانيات يجيب لعيبه كويسه. لكن انا شايف ان السنه دي الامر هيبقى مختلف بالنسبه لاغلب الانديه، لحوالي 90% من لانه استعد كويس قوي، الامكانيات كلها توفرت باستثناء بعض الانديه اللي برضه حاسس ان هي ما جابتش اللي هم عايزينه. ايوه، فبالتالي دول هيبقوا برضه هيعانوا شويه، لكن بشكل عام الدور هيختلف. حته الاداء اللي حضرتك قلت عليه يمكن كان فيه اهتمام بزياده قوي في موضوع البناط، التجميع البناط. ايوه، الفرق السنه اللي فاتت كانت اغلبها زي ما حضرتك قلت ان اغلبها بتصارع الهبوط. الهبوط. فبالتالي كان البنط مهم جدا بالنسبه لهم، فما كانش فيه اداء. فالاداء ما حدش بيهتم بيه قوي قد ما بيهتم من انه يجمع البناط، فبالتالي اثر على المستوى. هو انا ممكن اجمع ابناط من غير اداء؟ يعني ممكن ادائي ان انا ابقى مثلا اداء دفاعي. يعني انا صارف وجايب اجهزه فنيه وعامل صفقات وميركاتو عشان اجي ازنق نفسي في النقطه والنقطتين والاهم بس ان انا ما انزلش دوري الممتاز به. مش ده في قصور شديد جدا في الرؤيه والطموح؟ هو يعني طبعا للاسف الشديد ده اللي موجود وده اللي يعني هو شغال خلال الفتره اللي فاتت. حضرتك تلاحظ ان في ماتشات بتبقى يعني صعبه جدا، فرقه ما بتروحش للجون لمده مثلا 40 دقيقه ولا 5 يعني الا بصعوبه وحاجات يعني مش مؤثره على الجول، فبالتالي هو بيقفل، فانت هتشوف الماتش بشكل تاني. لا ماتش غير بعكس ماتشات مثلا انجلترا الدوري الانجليزي، يعني زي ما حضرتك اي حد بيهاجم اي حد هجوم فرقه صحيح. صغيره هتنزل بتهاجم فرقه. طيب قبل ما اطلع على يعني لفاصل، سؤالي مين اكتر الاسماء اللي لفت نظرك عدم وجودها من بدايه الموسم او توليها مسؤوليه فريق في الدوري الممتاز؟ كابتن حلمي طولان. كابتن طلعت يوسف دول ابرز اثنين. طيب هكمل معاك النقطه دي بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن حماده مرزوق. زي ما استعرضنا يمكن قبل الفاصل معاكم ومع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن حماده مرزوق شكل الاجهزه الفنيه والاسماء اللي هتتولى مسؤوليه قياده فرق الدوري الممتاز، كنت بساله يمكن قبل الفاصل على اهم وابرز الغيابات، الاسماء اللي هي ومنها اسماء كبيره جدا ما تعودناش انها تكون بعيده عن المشهد. كنت بكلم مع كابتن حماده على اهم الاسماء دي وعلى غيابها من وجهه نظرك، وايه السبب في استبعاد اسماء كبيره من العيار الثقيل يعني انجاز التعبير. والله هو بالنسبه للاثنين اللي انا ذكرتهم دول، يعني تكلمت على كابتن حلمي طولان قبل الفاصل بالظبط، وكابتن طلعت يوسف الاثنين دول مدربين مخضرمين جدا ومدربين كبار وعندهم طبعا اخلاقيات وعندهم خبرات عاليه جدا في الدوري الممتاز. يمكن بعض الظروف اللي حصلت مع الكابتن حلمي طولان في انبي هو ده اللي خلاه كده، لكن انا متاكد ان هو
يعني بعد 3 4 اسابيع انا متوقع الاثنين جدا جدا كابتن حلمي وطلعت وكابتن طلعت طبعا كابتن طلعت يمكن ليه التجربه ما اتكتبلاش النجاح مع الاسماعيلي لا مع الجونه مع الجونه في الفتره الاخيره مع الجونه هو انا حسيت ان هو زي ما يكون اتسرع في حاجه زي كده. كابتن طلعت دايما بيحسب الحاجه بشكل كويس وبيعجبني جدا تفكيره وانا بحس ان هو يعني مدرب انا بحترمه جدا هو كابتن حلمي لكن هو خانه التوفيق في حته الاختيار يعني الجونه كان يعني الامر صعب جدا بالنسبه لها طبعا هو كان متفائل وحس ان كان ممكن يعمل فيها حاجه لكن ما كانش فيه توفيق فتجربه ما كانتش ناجحه بالنسبه له لكن انا متوقع ان هو كابتن حلمي خلال 3 4 اسابيع 5 بالكثير ممكن يتولوا مسؤوليه احد الانديه يعني في اسماء ثانيه دول ابرزه حسام ايه طبعا الكابتن حسام حسام وعلى فكره حسام يعني من الناس اللي يعني مفترض اولهم يعني انا طبعا انا بس عشان هو كان معايا امبارح على فكره وكان بيلعب فرقه الشمس معانا لسه بيلعب ما شاء الله خطير نجم خطير يعني بيجيب جوان على طول يعني دايما كل اللي حسام في الملعب مفيش خلاف عليه لا طبعا كلنا بنتجمع مع بعض وكل المجموعه يعني الروح الحلوه بتاعه النادي الاهلي اللي مستمره سنين طويله فرقه الشمس يعني حسام حسن اول فرقه وانا يعني اول المدربين اللي يتولى وان شاء الله باذن الله في اقرب وقت برضه هو التالت بتاعهم اتظلم حسام حسن في قصه المنتخب دي والله انا شايف انها ممكن تبقى خير ليه ان هو كان ممكن يمسك وما ينجحش هو ناجح بشكل كبير جدا مع الانديه لكن ممكن يبقى ليه وقته في منتخب مصر انا شايف من اكتر الاسماء اللي في اكتر من مناسبه اتطرح اسمه يعني مع كابتن حسام البدري كان اسم حسام حسن مطروح وبعد ما كابتن حسام رحل قبل ما يجي كارلوس كيروش كان مطروح ولما مشي كارلوس كيروش كان مطروح مع كابتن ايهاب جلال وفي كل المناسبات هو يعني دايما موجود وبقوه بصراحه يعني وهو من اوائل المدربين او من المدربين اللي هم موجودين على الساحه بارزين جدا يعني كابتن حسام خبره كبيره جدا واسم كبير قوي لكن هو دلوقتي بيفضل ان المنتخب موجود فيه مدرب حد اجنبي يعني شايف كده لكن هو لو انا اشك اساسا المنتخب لو اتعرض على مدير فني مصري انه يوافق بعد اللي حصل مع ايهاب جلال حد يتولى المسؤوليه عشان كده انا قلت ممكن يبقى ده احسن له انه ما يبقاش موجود وخصوصا الفتره دي تمام بس انت اشتغلت دوري درجه ثانيه مع كذا فريق كابتن حماد انا اخرهم بتروجيت ولا لا ده قبل بتروجيت انا مسكت مدير فني حوالي 18 نادي في الممتاز به 18 نادي طب خلينا منهم قول اتفضل منهم انديه مسكتها مثلا 3 مرات وممكن مرتين طنطا مرتين كفر الشيخ 3 مرات يعني في فرق مسكتها اكتر من مره لكن انا ليا باع كبير جدا في الممتاز به يعني بعد الفتره الاولانيه مع الكابتن ربيع ياسين مظلوم الممتاز به كابتن حماده جدا طبعا لان انا شايف ان بيطلع منها المدربين زي ما بيطلع منها اللعيبه لا يعني اجيلك في اللعيبه خلينا في المدربين المدربين لا ما يعني الخبرات والامكانيات القليله والشغل في ظروف صعبه كل الكلام ده بيخلق مدرب يعني انا فاكر انا كنت بشتغل في ظروف صعبه جدا انا وغير من المدربين اللي موجودين دلوقتي في الدوري الممتاز يعني ذكرت يمكن الكابتن ربيع برضه كان نفس الكلام فالدرجه الثانيه او الممتاز به لا بيخلق مدرب بشكل كبير جدا لانه بيشتغل في ظروف صعبه جدا جدا فبالتالي دايما بيتخلق مدرب كويس طب نيجي للعيبه كان ضيفي هنا مكان حضرتك من يومين 48 ساعه بالظبط كابتن عادل طيمه طبعا النجم الكبير والاسم الكبير في كره القدم وكنا بنتكلم معاه الحقيقه على فكره الميركاتو والصفقات والمغالاه وان احنا بقينا بنسمع عن ارقام مش بس ارقام ده ارقام وترانسفير كمان يعني النادي النهارده بقى يطلب فلوس ويطلب معاها 2 3 لعيبه في كل صفقه فكان بيكلمني على دوري الدرجه الممتاز به وكان بيقول لي ان في الممتاز به ده جواهر محتاجه اللي يبص عليها ويكتشفها ورشح لي الحقيقه قال لي انا شفت يعني قال لي اسم او 2 كده قال لي دول لعيبه كبيره جدا واتمنى اشوفهم في يعني في منهم واحد قال لي اتمنى اشوفه في النادي الاهلي يعني هل فعلا في كواليتي لعيبه او لعيبه مش واخده حظها او مفيش فرصه انها تظهر في الممتاز به؟ الممتاز به مليان كنوز من اللعيبه اللي متواجدين على مستوى الانديه كلها وانا يمكن هضرب لحضرتك مثل صغير قوي يظهر لك ان الامر ده سهل ومفترض ان الناس تركز عليه بشكل كبير جدا وانا ماسك طنطا 2004 2005 كنت بلعب ميال بحيره
وكان لفت نظر اللعيب كده. فبعد ما انتهينا وصعدت بطنط دوري ممتاز، فقلت للرئيس النادي كان استاذ فايز عريبي ناخد اللعيب، ناخد اللعيب ده. فقال لي ده يعني، قلت له ده ممكن يبقى من احسن اللعيبه اللي في مصر. فقال لي ده كلام، طب اجيبه. جبناه ب 60,000 جنيه. لعب سنه، السنه اللي بعديها راح بتروجيت، وبعد كده في النادي الاهلي سيد حمدي. سيد حمدي نجم كبير جدا طبعا، ما قعدش سنه في نادي طنطا. السنه اللي انا خدته فيها اخر السنه كان مبلغ كبير جدا بتروجيت. برضه نفس الكلام، وجه من بتروجيت على الاهلي، على الاهلي، ولعب كاس عالم وخد بطوله افريقيا نفس الكلام خالد اللي هو الاتحاد، خالد هداف، خالد غندور، لا الاتحاد السكندري والجونه، خالد نسيت اسمه، هو كان في النادي الاهلي وراح برضو الشرطه بمليون جنيه، وبعدين بعد كده راح الزمالك. خالد قمر، خالد قمر، خالد قمر. 17 سنه لعبت دوري ممتاز 17 سنه. فانا قصدي ان المواهب موجوده بشكل كبير جدا في الممتاز به، بس لازم الناس تركز. واغلب الانديه اللي موجوده واللي بتصارع عليها الانديه هي اصلا من انديه صغيره وانديه يعني. برضو مثل مصطفى اللي هو اللي كان موجود في انبي، مصطفى شلبي، مصطفى شلبي ما هو موجود اصلا، كان السنه اللي قبل اللي فاتت موجود في بترول اسيوط واتنقل النقله ديت. لكن الانديه مليانه، لكن لازم الناس تركز بشكل كبير جدا. وانا طبعا مع الكابتن عادل طعيمه في حته اللعيبه المتواجده والموهوبه في الممتاز به، ودايما هي بتبقى متواجده بعد كده في الدوري الممتاز وبشكل كبير جدا وبشكل افضل، لان عندهم امكانيات عاليه، ولما بتتوفر لهم الامكانيات بيظهروا بشكل احسن كمان. تغيير نظام المسابقه من الموسم مش اللي هيبدا ده اللي بعده يصب في مصلحه البطوله ويصب في مصلحه المنافسه، ولا دوري المحترفين؟ دوري المحترفين بالنسبه للممتاز به. انا مع الراي ده ومع مع التغيير ده. طبعا تغيير في صالح الكره المصريه. يمكن في بعض الناس او اغلب الناس مش مع، لكن انا شايف ان ده يعني في نوع من الكسل او من التواكل بقى. لا انا موجود في الممتاز بيه وخلاص، لا انا يعني دي خطوه فعلا هتطور الكره في مصر بشكل كبير جدا. طيب نيجي للاهلي وبدايه مشوار مارسيل كولر يوم الاحد ان شاء الله. بدايه مقدمات مارسيل كولر بالنسبه للكابتن حماده مرزوق، شايف الراجل ازاي؟ شايف شغله ازاي؟ هل في الفتره دي قدر يقرب يكسب يقرا قماش اللعيبه بتاعه النادي الاهلي ويحضر لبدايه الموسم؟ بص يا استاذ احمد، هو البدايه بتاعته بدايه جيده جدا بالنسبه لي انا. اولا هو راجل قافل على الفرقه بشكل كويس قوي، مفيش اي حاجه بتظهر. على حسب ما انا بتابع البرنامج بتاعه، عامل برنامج مميز جدا، برنامج الاعداد، الماتشات الوديه، النظام والالتزام، فارض شخصيته واسلوبه على الفرقه. ده من خلال تواجده في النادي، تواجده انا في النادي الاهلي ومتابعتي، لكن مفيش اي حاجه ثانيه. ياكل هو مركز بشكل كبير جدا، والناس بتسانده، مجلس الاداره ولجنه الكره بتسانده بشكل كبير جدا، فالامر مختلف بالنسبه له. فانا شايف ان لا، الوضع احسن بشكل كبير جدا يعني. حسابات ماتش بدايه السيزون لما يبقى ماتش في بطوله افريقيا، ولما يبقى ماتش في تونس على وجه التحديد مش في اي بلد تانية او مع اي فريق تاني، ولما بيبقى ماتش خارج الارض بتشوفها ازاي يا كابتن حمد؟ لا بيبقى الامر صعب شويه، بيبقى الامر صعب أصعب شويه يعني، هو اصعب. لكن اللي بيريح بيريحنا انا كمتابع ان برضو نفس الظروف موجوده عند فريق الاتحاد اللي هو التونسي ده، لان هو الدوري ما بداش برضو لسه. لسه لاعب جيم جامد جدا، ودي مع بس ودي مع ودي مع ودي الترجي. ما هو عشان يستعد للاهلي جاب الترجي، ما هو الترجي نفس الكلام برضو. هو برضو مش مستعد، فانا يعني الرؤيه بتاعتي ان هو لا برضو ما استعدش بماتشات رسميه. حتى لو هو استعد ولعب مع ماتش الترجي، لا ما هو برضو مش ماتشات رسميه. زائد الفروقات ان شاء الله يعني برضو تبقى في صالح النادي الاهلي، زائد برضو الفرقه مش يعني مش مسموعه، تخوف وتقلق، لكن مش بالشكل اللي يقلقنا بشكل كبير. لكن كسبان الترجي لغايه الدقيقه 90، وكان بينافس الترجي السنه اللي فاتت. يعني هو الترجي واخد البطوله بفرق 2 بونت، صحيح، بفرق نقطتين. صحيح. عن هو ده ما يقللش من المنستيري من استعداده او من، لكن انا شايف ان احنا فرصتنا احسن لان الاوضاع ان شاء الله يعني هي ايه متساويه. يعني هو مش مميز علينا بانه لعب ماتشات رسميه، لان الماتشات الرسميه بتفرق كتير جدا. لما العب 3 4 ماتشات غير لما انا ابقى رايح، ده اول ماتش بتاعي رسمي بعد فتره اعداد. بعين المدير الفني، قائمة النادي الأهلي محتاجة تدعيمات إلى حد ما. يعني أنا شايف إن محتاجين فرود رئيسي، فرود يعني المركز بتاعه رأس حربة. بس
بس كده. ده انا شايف ده محتاجينه، لكن انا مش يعني شايف ان الخطوط كلها متواجد فيها لعيبه. بعض التدعيمات اللي حصلت كنا محتاجينها، وموضوع التدعيمات انا على حسب احتياج انا. انا شايف ان فرقه النادي الاهلي لا يعني متكامله، والامر بتاع السنه اللي فاتت ده كان لامور تانية خالص. انا عندي لعيبه عاليه جدا، اعلى لعيبه على مستوى افريقيا موجودين عندي. بعض التدعيمات اللي حصلت هي بس نقص في صفوف في حتت معينه. فالموضوع مش محتاج ان انا اجيب لعيبه كتير من جوه، سيبك من اللي من بره. يعني من بره اعتقد خلاص انه باذن الله باذن الله بنتكلم في ساعات يعني، لكن من جوه في حد لفت نظر كابتن حماده من اللعيبه يعني خلينا نقول الممتاز الف مثلا او الدوري الممتاز، مين ظهر قوي او مين نوى قوي في عيون كابتن حماده الموسم الاخير ده؟ هو هي يعني اللي كان مميز قوي انت مش هتقدر تجيبه، لان هو يعني مثلا بنتكلم في زيزو ده عمل موسم بالنسبه له هو موسم استثنائي بصراحه. يعني بن شرقي بره الاهلي والزمالك، يعني خلينا بره الاهلي والزمالك. والله انا شايف ان اللي كان مميز قوي يعني اتجاب اللي هو شادي حسين. انا شايف ان هو كان مميز جدا وعنده امكانيات عاليه جدا، وبالتالي انت محتاج ده مع اللي موجود. انما مفيش حد لفت نظري ان هو ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي ويعمل الفرق وهو متواجد في الفرقه دي، لا انا يعني مش شايف كده. زائد برضو الحاجه الثانيه اللي انا برضو لازم اتكلم فيها، حته كهربا هيفرق كتير جدا معانا برضو. وانا شايف ان كهربا، بس الكلام ده لو هو اشتغل بقى يعني بغير الشغل اللي هو كان قبل كده، وانا شايف ان برضو هيبقى ملتزم اكثر التزاما، لانه عاش فتره صعبه جدا جدا بالنسبه له. فانا شايف ان هو الفتره اللي جايه هيبقى مميز جدا، وهيحاول يعوض اللي فاته خلال فتره. هو يعني كهربا غاب الموسم اللي فات، فممكن نعتبره اضافه، مش هقول صفقه جديده بس اضافه. انا شايفه اضافه كبيره جدا، واحط تحت برضو بند الاضافه عمار واكرم. عمار واكرم ما كانوش اكرم موجودين الموسم اللي فات، يمكن كلمت مع حضرتك الاكرم، لا يفرق كتير جدا مع عمار واضافه يعني كاننا جبنا لعيبه جداد، لان احنا عارفين امكانياتهم عامله ازاي، فهيفرقوا كتير جدا مع فرقه النادي الاهلي. الماتشات الوديه اللي لعبها مارسيل كولر كانت فايدتها ايه؟ وهل تقدر تقول انه من خلال ثلاث ماتشات ومعسكر مغلق مدير فني اجنبي يقدر يجي يقرا ويقيم امكانيات اللعيبه اللي معاه، يقدر يوصل طريقه لعب فكر تكتيك في فتره تحضير ما قبل الموسم، ولا القصه دي ممكن تاخد وقت اطول من كده لاي مدير فني مش بس مارسيل كولر؟ هو محتاج وقت اطول، لكن الوقت اللي هو قضاه هو كافي الى حد ما. يعني هو عمل ثلاث ماتشات تدريجيا، بتروجيت، اسوان، طلع الجيش. فهو برضو من الحاجات اللي انا احترمت فيه تفكيره، يعني هو راجل منظم جدا قدر يعمل الماتشات مع فرق بالتدريج، دي اول حاجه. تاني حاجه انه قافل على الفرقه، في شغل بيتعمل، في حاجات معينه هو بيحفظها للعيبه، وده المدرب المميز انه قافل على نفسه ما بيتكلمش خالص، لكن مركز مع فرقته وامكانيات اللعيبه اللي موجوده عنده. ومتهيألي الفتره اللي فاتت دي قدر ان هو هيحط ايده على المجموعه اللي هيبتدي بيها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. اكتر خطوط الاهلي انسجاما من وجهه نظرك، واكتر خطوط الاهلي اللي فيها ممكن مش عايز اقول مشاكل، لكن يعني فيها 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 مستوى معين من المنافسه، فيها مستوى او عدد معين من الجاهزيه ممكن يخلي ناس كتير جدا ما تاخدش الفرصه بتاعتها كامله؟ انا شايف ان نص ملعب النادي الاهلي دايما هو يعني الترومتر بتاع الفرقه. يعني لما بيبقى في حالته ما فيش فرقه بتقف قدام النادي الاهلي، لما بتبقى في حالته الطبيعيه ما فيش حد بيقف قدام النادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن القلب الدفاع هو دايما يعني المستوى ما بيبقاش ثابت، زائد ان في ما فيش ثبات في اثنين موجودين او ثلاثه على حسب الشغل. فانا شايف ان هو ممكن يثبت، لان برضو عدم التثبيت اثر بشكل سلبي على المستوى. هو عدم التثبيت ده كان اجباري يعني ما كانش اختياري. ما بالظبط يعني برضه هو اثر بشكل سلبي على، لكن السنه دي الامر مختلف، فتره اعداد ما فيش اجهاد، امور كلها مستقره، الاثنين اللي هيبقوا متواجدين هيبقوا الاعلى. أيوة. هيركز عليهم. رحيل بدر، بما انك بتتكلم على خط الدفاع، رحيل بدر بنون هو كان من المدافعين المتميزين يعني الحقيقه مع الاهلي، افتقدناه برضه فتره طويله جدا، يمكن نص موسم كامل، وكان من الاوراق المهمه جدا، وفتره وجوده كان دايما بيلعب اساسي. رحيل بدر شايفه مؤثر ولا اللي موجود يقدر يؤدي نفس الدور؟ لا انا شايفه مش مؤثر، لانه خلال الفتره اللي فاتت هو ما كانش متواجد.
زائد ان انا يعني بدأ لعيب كويس وكان اضافه وكل حاجه، لكن مش شايف ان هو كان يعني عامل فرق كبير. فبالتالي انا مش شايف اللي هيبقى ليه اي تاثير سلبي عدم وجوده يعني. هجوميا الاهلي يمكن عنده السنه دي اوراق كتير جدا، ويمكن ده اكتر خط من خطوط الثلاثه هيكون فيه منافسه قويه جدا، وكل واحد هيدور على الفرصه يعني ويمسك فيها زي ما بنقول كده بايديه واسنانه. شايف المنافسه دي ازاي؟ ازاي مستر كولر والجهاز الفني يقدر يستوعب الكم الكبير جدا؟ كلهم نجوم الحقيقه، كلهم اسماء كبيره جدا، واغلبهم حقيقه لعيبه دوليه كمان. ازاي شايف طبيعه المنافسه، ومين الانسب من وجهه نظرك لانه يكون موجود كاساسي في بدايه الموسم، او على الاقل خلينا نقول ماتش الاتحاد المنستيري؟ اولا هو بالنسبه للمدرب هو واضح ان هو فرض شخصيته وهيقدر الفتره اللي جايه يتعامل مع النجوم. المدرب الناجح والذكي اللي يقدر يتعامل مع نجوم كتير، وازاي يقعد ده وازاي يلعب ده وبدون اي مشاكل، هو ده النجاح بتاع المدرب، وشخصيته بتتفرض في الحته دي. دي اولا. ثانيا هو اشتغلت مع كام مدرب اجنبي يا كابتن حماد وانت لاعب؟ وانا لاعب اشتغلت مع حوالي 4 مدربين اجانب. لحقت كالوتشاي، لحقت كان في مدربين وانا محترف في قطر، 2 برازيليين، في اكتر من مدرب اشتغلت معاه. مين عمل ده كويس؟ يعني مين كان الافضل في الحته دي من وجهه نظرك؟ كان في مدرب اجنبي وانا في قطر كان برازيلي، اتمرنت معاه كان عالي جدا، مستوى عالي يعني. لكن انا شايف ان اللعيب بيقرا قدرات المدير الفني طبعا، وممكن يقتنع بيه او ما يقتنعش بيه. طبعا. ولا ما عندوش الرفاهيه يعني الاختيار، هو مديرك الفني هتشتغل معاه شئت ام ابيت؟ لا، قناعه اللعيب بالمدرب ده شيء مهم جدا واساسي. وده بيعكس حاله اللعيبه وحاله الفرقه بشكل عام. لان لما يبقى في قناعه بالمدرب بتاعي، لا انا بادي بشكل يعني اعلى، بيبقى في ارتباط ما بيني وما بينه بصرف النظر عن اسم النادي. أيوة. النادي نادي ده كيان وشغل وكل حاجه، لكن برضه لما انا العلاقه بشتغل. احنا بنتكلم في طور العلاقه بالزبط اللي موجوده بين اي جهاز فني واللاعب بتاعه. لازم تبقى العلاقه طيبه. لو العلاقه متوتره او وده شفناه يمكن هيأثر بشكل كبير. فمهم جدا العلاقه ما بين المدرب ولا ازاي يبقى شخصيه قويه وازاي اللعيبه تحبه. دي معادله بينجح فيها المدرب الذكي اللي عنده قدرات. تمام. فانا شايف ان الوضع ماشي كده يعني. نرسم سيناريو ماتش الاتحاد ممكن. يلا نقول الاول خطه وطريقه لعب وتختار تشكيل. ماشي. يلا نبتدي بالخطه. بتلعب بايه؟ يعني انا شايف ان هي النادي الاهلي بيلعب بيها متهيألي 4-2-3-1. ده الانسب، وده شايف ان هو حتى في الماتشات الوديه يعني لمحات كده بيلعب بالطريقه دي. تمام. سكن مين على الخطه دي؟ طبعا الشناوي هيبقى موجود. هيبقى في موجود، انا مش عارف، هيبقى موجود محمد هاني. ممكن محمد هاني تبدا بيه الماتش؟ ممكن. تمام. عنده برضو بعض الخبرات. طبعا معلول الشمال. القلب تختار مين؟ القلب بقى محير شويه. يعني هو ممكن يكون في مش عارف حاله رامي ربيعه عامله ازاي. لكن هو في الماتشات اللي زي يعني خلينا نفترض انه الكل جاهز، ممكن يبقى رامي ربيعه. ايوه. ومعاه محمد عبد المنعم. وعبد المنعم. تمام. منعم فارق كتير، هو ده طبعا رقم واحد. اتنين في نص الملعب. السوليه وفتحي. السوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي. تمام. الثلاثه هيبقوا هتقعد ديانج. ديانج موجود بره مع انه هو مهم جدا. لكن وعلى فكره ممكن يغير طريقه، لكن انا شايف ان هو مش يعني كان ممكن يفكر مثلا في ثلاثه بدل يبقى 4-3-2-1. تمام. لكن انا شايف ان هو هيلعب يعني باثنين، هيبقى بالاثنين. اخترت حمدي والسوليه. مين قدامهم؟ هيبقى موجود قدامهم ممكن قفشه. قفشه، وهيبقى في اليمين مش عارف حاله حسين الشحات عامله ازاي. لكن هو ممكن يبتدي بيه. ايوه. حسين الشحات. هو في الشمال. في الشمال مش عارف هيجازف ويلعب ب برونو. ب ب حسين. سيبك من هو هيعمل ايه، انت هتعمل ايه يعني، انت هتحط مين؟ ممكن احمد عبد القادر. احمد عبد القادر وحسين الشحات. ومش هتبدا ببرونو سافيو؟ لا، مش هتبدا ببرونو ولا بكهرب. ولا بكهرب يعني، هخليهم لان هم بقى لهم فتره طويله لما يبقوا موجودين بره وزقوم، لان هم بعد كده هم اللي هيبقوا موجودين. يعني الكهرباء اعتقد مش مقاد افريقيا، وتاكدوني من المعلومه بس. يعني عندي الشحات وعندي طاهر وعندي عبد القادر وعندي برونو سافيو وعندي
شادي حسين وحسام وشريف، بس ممكن شريف يبقى قدام محمد شريف، وممكن طاهر مكان حسين الشحات، وممكن طاهر تلعبه يمين ناحيه اليمين مكان الشحات. تمام، يعني هيبقى طاهر، مجدي، قفشه، احمد عبد القادر، وممكن يبقى في محمد شريف. أيام ده الانسب. ايام نتمنى التوفيق طبعا ان شاء الله باذن الله. الانطلاقه مهمه جدا لانها كمان فيها ظهور اول للاهلي بشكله الجديد بقياده جهاز فني جديد، ورساله لبدايه موسم تطمن جماهير النادي الاهلي. صحيح مواجهه مش سهله على الاطلاق، لكن بشوف انه الاهلي لو واصل للتوب فور بتاعته يقدر على اي فريق، مش بس في مصر، بره مصر، في كل مكان. وان شاء الله باذن الله يكون موسم ناجح وموفق. بشكرك كابتن حماده، شرفتنا في السادسه. بشكركم على المتابعه. بكره نتقابل حلقه جديده السادسه. تحياتي لحضراتكم.